السلام عليكم، ازيكم؟ ورجعت لكم بوصفة جديدة. لو انتوا جداد على قناتي واول مرة تشوفوها، انزلوا تحت الفيديو وعملوا اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا الفول ما بيبقاش موجود طول السنة، فحبيت اعمل لكم وصفة بيه قبل ما يخلص الموسم بتاعه، فاللي لسه ما جابوش يلحق يجيب يلا كده ويعمل معانا الوصفة. زي ما انتوا شايفين عندي الفول الاخضر، انا جايبة 2 كيلو، وبعد ما فصصتهم طلعوا لي الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. جبت بقى عليهم بصلتين على قد الكمية دي، هنجيب بصلتين ونقطعهم قطع صغيرة كده. هي كمية حلوة، هتعمل لنا حلة، هتملى الحلة دي معانا، هنعمله بطريقة حلوة، هيتاكل بالعيش. فتابعوا معايا للنهاية عشان تشوفونا بقى هنعمله ازاي كده، وجربوه ان شاء الله هيعجبكم. شغلت بقى النار كده وحطيت الحلة على النار. نجيب بقى الإدام اللي هنحطه للطبخة، هنحط 1/4 كوباية زيت ومعلقة سمنة، سمنة أي نوع بقى اللي انتوا بتستعملوها. عاوزين بقى ايه، البصلاية نحمرها، ما ندهاش تحميرة قوي يعني، خليها لونها يصفر. وهحط بقى شوية ملح كده علشان البصل كله ياخد لون واحد، ورشة فلفل أسمر. هسيبها بقى على النار لحد ما لونها يصفر معايا. وفي الوقت ده بقى كده هجهز الطماطم. كده زي ما انتوا شايفين البصلة بدأت تصفر معايا. حاول اقلب فيها كلها كده، مش عاوزة اي حاجة تتحرق منها، انا عاوزاها كلها لونها يبقى مصفر بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده عندي بقى 1 كيلو طماطم ضربته في الخلاط عشان عندي كمية حلوة من الفول، فلازم احط لها كمية حلوة من الطماطم. حطيت بقى كده البصلتين عليهم 1 كيلو طماطم. هسيبها بقى على النار كده لحد ما تتسبك خالص وتبقى جاهزة وبعد كده احط لها الشوربة. حطيت لها بقى رشة كمون كده. ودلوقتي كده الطماطم بعد ما اتسبكت، طبعا الفول عندي مغسول، حطيت بقى الفول كده. انا قلت لكم هحط الميه، لا احنا بنحط الفول الاول بعد ما الطماطم تتسبك، هديله يعني تشويحه حلوه كده في الصلصه، يشرب من الصلصه قبل اي حاجه، قبل ما احط ميه خالص لازم يشرب من الصلصه كويس كده. بعد ما الفول شرب من الصلصه كده وسبته فيه 1/4 ساعه، حطيت له الميه بالشكل ده، وهنسيبه بقى نغطيه ونسيبه على النار لحد ما يستوي. دلوقتي كده بعد ما الفول بقى 3/4 سوا، حطيت له 1/3 كوباية رز، هسيبه بقى يكمل سوا مع الرز كده. كده انا سبته 1/4 ساعة، هشيل بقى الغطا كده ونشوفه استوى مع بعض. خلاص كده الرز استوى والفول كمان استوى، فهطفي عليه وابدأ في الاطباق كده اغرفه.
لازم يكون فيه نسبة مية زي ما انتوا شايفين كده، صلصة وبالشوربة. الرز بيشرب المية فلازم يكون فيه شوية كده عشان ما ينشفش منه بسرعة. دي وصفتنا، طبق حلو، طبق فول سهل وسريع، يتاكل بالمعلقة او يتاكل بالعيش، طعمه تحفة. ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم منه كل جديد. والى اللقاء في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.